هو بزاف على ارتفاع الاسعار الانسان الله يحسن العوان. حتى هما راه ما ساهلش، راه ما ساهلش باش تربي، يكون عندك خمسه الحواله راه شي حاجه صعيبه، راه ما ساهلاش. ولكن حيد شي فين يجي شي واش حاولي ديال 40 كيقول لك 75، بنادم الله يحسن العوان حاولي ديال 70. دابا حنا معولين على 1500 درهم بالنسبه للدرويش، خص نورمالمون خص الدرويش ياخذ 1500 درهم. الا كان بالنسبه لحولي ديال الصبليون يعني خص بنادم ياخذ برخه، ياك مستورد خص ياخذ ثمن زوين. اللي جات من عند الله مزيانه، ما كاينش شي فرق بين ديال الصبليون ولا ديال المغرب، خص الثمن يكون في المتناول ديال الجميع. كاين الثمن شويه داك الحولي اللي مثلا كان داك العام ديال 40000 ولا 42000، هذا العام راه 52000 54000 في القليل، كاين واحد 900 درهم ولا 500 ديال الفرق زايد هادي في هاد الساعه. مازال الى قرب العيد كنظن يقدر يهبط الثمن واحد شويه، هادشي اللي كنتمنى. كيبانوا كيبانوا مقموعين شويه على ديال البلاد، عندهم الكادر صغير والمغاربه خرجتي بعينهم كبيره كيبغي الحولي يكون شويه السوق شويه طالح طالع بزاف كاع، ماشي غير ماشي تشويه. قال لك الاشمنه خياليه 7000 درهم 8000 درهم 9000 6000 4000 500 ما كتلقاش حتى ال 1000، ما بانش لي انا شي 1000 مزيان. والدرويش محاش غادي يعيش هذا العام، واش حولي 7000 درهم مثلا مثلا في الضيعه تيديروا لي 71 درهم ويديرها هنايا 52 درهم، اشنو غناخذ؟ هذيك اللي عنده جيبو خشي راه شرق، اللي عنده الفلوس راه شراش راه ماشي انا غتسنى حتى الغلاء.